بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على حضراتكم. موضوع من بين الموضوعات المهمة جدا ومن الأسرار المهمة قوي، وهو التحنيط. التحنيط هو نوع من الموضوعات المهمة في الحضارة المصرية اللي هنقعد طول التاريخ نتلهف قوي لنعرف أسراره. هيرودوت اتكلم، البرديات اتكلمت، دراسات أجريت، لكن ما هو التحنيط؟ ما معناه التحنيط في اللغة العربية؟ أولا كلمة حنوط، الحنوط هي المادة اللي بتحافظ على حفظ الجسد من الفساد. يعني الميت لما بنحنط جثة الميت، يعني بنعالجها وأحشائه بالحنوط، الحناط الحنوط كل طبيب يمنع الفساد. الجسم المعالج بالتحنيط بنسميه مامي، وأقدم التعبيرات المحافظة على الجسد اللي استخدمت في الحضارة عشان تعبر عنها هي ويت أو ويتي، ودي ظهرت مع بدايات العصور التاريخية. يعني مع بداية العصور التاريخية بدأنا كلمة ويت أو ويتي تعبر عنها، اتكونت من رمزين صوتيين الواو والتاء، وبتعني يكفن أو يلف باللفائف. التعبير الآخر اللي احنا عارفينه هو ماميفيكيشن، من موميا أو مومياء، وبيعتقد ان هي من أصل فارسي بتعني أسود اللون. أشهر المفردات كلمة التحنيط، والبعض بيقول ان منها جت كلمة الحنوتي. قبل ما ادخل بقى في التحنيط ووصول الجثه لمكان التشريح، لازم اتكلم على وضع القرفصاء. وضع القرفصاء بيقولوا لنا ان هو وضع الجنين في بطن امه او وضع النوم. لا، انا يمكن هيكون ليا راي مختلف، وهو ان وضع القرفصاء مماثل عندي لوضع عصور ما قبل التاريخ، لانه مع العصور التاريخيه ما بقاش موجود، وده طبيعي لانه الانسان في حياه الكهوف كانت انحناءته بتدي نوع من انواع الانثناء في التمثيل. يعني هو واقف متني في حياه الكوف، علشان كده لما بينام بيبقى وضعه كانه قرفصه، لانه من الصعب ان انا لو هتعامل مع جثه بالشكل الطبيعي ان انا احول الجثه واتني الرجلين في المرحله دي. فهي مع احترامي للراي، لو ان الراي ده سليم ليه ما استمرش معايا طوال العصور التاريخيه؟ التحنيط ارتبط عندي كمان ارتباط كلي وجزئي ومهم جدا بالقرابين اللي بتتقدم، لان لازم كنت الاقي بذور، حبوب، اواني، اشياء هامه واساسيه كانت موجودة بجانب المتوفى بتوضع معاه. هنبدأ دلوقتي مع بعض مراحل التحنيط. مراحل التحنيط بتبدأ عندي أول ما الجثة بتوصل إلى معمل التحنيط اللي هو بير وعبت أو بير نفر، البيت التطهير أو بيت الجميل. بنزع عنه الملابس وحطه على لوحة خشب. اللوحة الخشب دي ببدأ الشغل الجراحي. الشغل الجراحي يعني بطلع المخ والأحشاء. المخ طبعا بطلعه عن طريق الزجاجة، زي الاداه زي الابره اللي بخرج بيها. في معبد الدير البحري لوحه موجوده ممثل عليها جزء من ده. بعد وضعه على سرير التطهير بدلك الجسم بالزيوت وبشطفه بميه النيل. بعد كده بخرج المخ عن طريق كسر العظمه اللي هي بيبقى عصايه ابره زي الهلب كده، بتدخل بتكسر الجزء ده وبتنزل لي المخ بالكامل. على بعد كده بطلع الاحشاء، والاحشاء سببين بيخلوني اخرج الاحشاء. الاول ان فضلات الطعام والانسجه الدهنيه دي اكتر حاجه قابله للتعفن، ما عدا القلب والكليتين، على ان الانسجه بتاعت القلب والكليتين عضليه. السبب الثاني، في برديه من القرن الثالث الميلادي بتقول انني لم اقتل اي شخص، لم اخن الامانه، لم ارتكب خطيئه من الخطايا المميته، ولكن اذا كنت قد ارتكبت خطيئه في طعام او شراب ما هو محرم فإن الذنب لم يكن ذنبي، فإنه ذنب هذه الأحشاء. يعني الأحشاء هي اللي حملت الطعام وخلته تعفن. بفتح في جانب البطن الأيسر وبتتم عملية إخراج الأحشاء من البطن. بخرج كل محتويات البطن، وهي المعدة والكبد والطحال والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة. الكليتين بيتسابوا، وأحيانا بنزحهم، وبعدين بقفل الحجاب الحاجز وبخرج كل الفراغ الصدري ما عدا القلب والأوعية. بعد كده بعقم الفراغ ده كله، وبعقمهم بغسلهم بنبيز النخيل، والأحشاء بغسلها كويس قوي بفضلات الطعام. وبعد ما عقم ده كله بحط النبيذ النخيل ده، بستعمله بعد كده. نبيذ النخيل عليه كحول 14%،
ومن اهم المواد المتعلقه لغايه دلوقتي بالمناسبه في اغراض الطبيه هو استخدام الكحول. بعد كده بنظف ميه الجسم تماما ولكل الانسجه المئويه، وبعد كده بحط الجسم بدهنه كله بكومه من ملح النطرون الجاف على سرير التحنيط. السرير دايما بخلي فيه ميل، ميل السرير دايما علشان الميه تنزل او ميه التحنيط تنزل. بعد ما بتتم عمليه الغسيل دي كلها بدهن الجسم بالمواد العطريه، وبعد كده بروح قافل فتحه الانف والودن بحتت من قماش الكتان، والعينين بحط عليهم حته شمع، حته قماش مشبعه بحاجه زي الراتنج تحت الجفن علشان ايه، احمي دايما انسان العين منهم ومن وضوع اي شيء. بعد ما بخلص ببدا الف الموميا وببدا احط الحلي والتمائم. الجسم كله لازم يتحط عليه مجموعه من التمائم، بالذات في الاماكن الضعيفه. الاماكن الضعيفه عندي يعني منطقه الودن، منطقه الرقبه، منطقه الايدين، منطقه الرجلين، لدرجه ان موميا توت عنخ امون مثلا لقيت فيها 143 قطعه حلي موجود عليها. ببدا اضع هنا عمليه التحنيط، اتميت العمليه التحنيط، لفيت الجثه اللفه الكامله. 40 يوم بتتم العمليه، 30 يوم بتتم عمليه الجنازه او بتتم الامور الاخيره، بعد كده يجي لي انوبيس عشان يحط عمليه التحنيط ايميوت اللي هو في خيمه التحنيط، وبتيجي ايزيس تقف. الوضع هنا منطقي تماما، والمعلومه اللي انا بصلحها مره تانية ان انوبيس لم يكن ابنا لاوزوريس من علاقه غير شرعيه مع نفتيس. انوبيس كان ابنا من 15 ابن ارتبطوا ما بين ايزيس واوزوريس في متون الاهرام، من بدايتهم من متون الاهرام. بتقف ايزيس، بعد كده خلاص اتميت عمليه التحنيط، ببدا اتم، بكون اتميت كمان جزء من طقوس فتح الفم. بتعدي المركب وبتمشي بسلام حتى تعبر الى غرب النيل او الى مكان القبر. يمكن المنظر ده لو شفتوه في مقبره مروكة، بيوصل على الباب بيقف مجموعه من المؤو اللي هم الراقصين اللي بيقفوا اللي بنسميهم دلوقتي المواويه، وبتقف الجثه، بتتم عمليه التحنيط، وبيتم الامر بالكامل من خلال انهاء طقوس فتح الفم ال 75 مرحله اللي بيمثلوا عندي فتح الفم لاوزوريس. المفترض ان الاجزاء الاخيره من الاجزاء اللي تم استخراجها مع عمليه التحنيط بتتحط في ما يعرف بالاواني الكانوبيه، ولانها وجدت للمره الاولى في كانوب فتسمى كانوب اللي هي بوير 24 كيلو شمال غرب اسكندريه، فهي كانت بتمثل عندي الاربعه ارباب اللي بنسميهم اولاد حرس الاربعه، ودي تسميه نرجع فيها لما اقر استاذنا الفاضل الدكتور احمد عيسى من انهم اولاد اوزيل الاربعه وليسوا اولاد حرس الاربعه، لانهم دوامو تيف على هيئه ابن اوى، وابن اوى هو انوبيس ابن اوزوريس. قبح سنوف هو صقر وهو حورس ابن وزير. جحوتي على هيئة حابي وهو كاتب كتابات وزير ورسائله وهو ابنه. أما يمست الهيئة الآدمية فهو ابن الملك ابن الإله، والملك الذي يحكم هو ابن وزير حورس. وعليه فإن هؤلاء الأربعة يمثلوا أولاد وزير الأربعة. أما تسمية أولاد حورس الأربعة فهي تسمية شائعة خاطئة من الناحية اللغوية. لو بصينا بقى على أدوات التحنيط اللي أنا بستعملها، أنا بستعمل مجموعة من الأدوات أساسية طبعا علشان كل اللي أنا حكيته ده يتم عندي. أدوات التحنيط بتختلف أهمية، بلاقي عندي مثلا حاجة زي المواد التشريحية، بلاقي حاجة زي الإبرة أو المعلقة، بلاقي حاجة زي الأزميل، بلاقي حاجة زي الخيط والإبرة، وكمان في حاجات ومواد زي المواد العطريه والقرنفل وملح النطرون والادوات اللي كانت بتستعمل مع ادوات الجراحه دي كلها. كل الادوات دي بتمثل عمليه التحنيط. على الرغم من كل اللي انا بقوله وكل اللي انا قلته، لكن يتبقى التحنيط سر جميل من اسرار الحضاره المصريه القديمه العظيمه التي خلفت واعطت للعالم الدروس والدروس في كل شيء، في كل العلوم، في كل الفنون، في كل الأطر، وهي الهوية المصرية.